مجلس الأمن القومي يجتمع بعد الاشتباه بعملية تجسس لصالح روسيا. عاصفة تودي بحياة شخصين وتقطع الكهرباء عن 4000 منزل. ارتفاع معدل البطالة في النمسا إلى 6.9% في شهر واحد. الجمارك تضبط 36 مليون يورو من البضائع المقلدة. تكثيف الرقابة مع ألمانيا لمنع تهريب الحشيش بعد تقنينه. النمسا العليا ستبدأ بتجريب بطاقة الإعاشة لطالبي اللجوء. أسعد الله أوقاتكم وإلى حضراتكم نشرة أخبارنا وفي تفاصيلها. دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى تعزيز الأمن بعد اعتقال عميل سري سابق بتهمة التجسس لصالح روسيا. وأشار نيهامر إلى أهمية تقييم الوضع الأمني وتعزيز الحماية، ولذلك طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني في 9 أبريل. وأكد المستشار على منع تهديدات التجسس الروسية، مشيرا إلى ارتباط حزب الحرية النمساوي بموسكو. يذكر أنه تم اعتقال إيغست أوت، وهو موظف سابق في الاستخبارات النمساوية، بعد تحقيقات تشير إلى تسليمه معلومات سرية لروسيا. اجتاحت عواصف قوية شتايرمارك يوم الاثنين ووصلت سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة، مسببة أضرار جسيمة. وتعرضت المنازل لأضرار بالغة وسقطت الأشجار على الطرق وخطوط الكهرباء، فيما لقي زوجان مصرعهما بعد أن سقطت شجرة على سيارتهما، إضافة لبعض الحرائق في الغابات. وقد أرسلت طائرات هليكوبتر لمكافحتها. وأدت العواصف أيضا إلى قطع التيار الكهربائي عن 4000 منزل وتعليق حركة القطارات على بعض الخطوط، مما دفع إلى إجلاء 90 راكبا من القطار واستخدام الحافلات كبديل. أعلنت وزارة العمل عن ارتفاع معدل البطالة في النمسا إلى 6.9% في مارس، بزيادة 0.7 نقطة من نفس الشهر من العام الماضي. ويعزى الارتفاع إلى التحديات الاقتصادية الصعبة وانخفاض الطلب على العمالة في بعض القطاعات، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الباحثين عن عمل، حيث بلغ عددهم كعاطلين عن العمل أو مشاركين في التدريب 370 ألف شخص. في حين أكد وزير العمل مارتن كوخر أن الحكومة تعمل على خلق فرص عمل جديدة، فيما دعت منظمات مختلفة إلى اتخاذ إجراءات للحماية من الفقر. أعلن وزير المالية النمساوي ماغنوس برونر عن ضبط كمية هائلة من البضائع المقلدة بقيمة 36 مليون يورو خلال الشهر الماضي، بزيادة 600% على أساس سنوي. وكشف الوزير عن أكثر من 7000 حالة ضبط للمنتجات المقلدة ورفع أكثر من 14000 دعوى قضائية ومصادرة 194 ألف قطعة مقلدة. وعلى الرغم من انخفاض عدد الأدوية المزيفة بنسبة 40% في العام الماضي، حيث بلغت 6734 شحنة، إلا أن عددها لا يزال مرتفعا بشكل مثير للقلق مع 800 ألف حبة. وفي مطار فيينا اكتشفت الجمارك أكثر من طنين من البضائع المقلدة. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن تعزيز جهود مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود مع ألمانيا بعد تقنين تعاطي الحشيش للبالغين في ألمانيا اعتبارا من أبريل. وتشير البيانات إلى بدء الشرطة في الولايات المجاورة لألمانيا في عمليات لملاحقة تجار المخدرات، حيث يتم تنفيذ المزيد من عمليات التفتيش خاصة في المناطق القريبة من الحدود الألمانية، وذلك بمشاركة ضباط شرطة مدنيين ومختصين من إدارات النقل، بهدف منع انتشار المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها. تعتزم مقاطعة النمسا العليا البدء في تطبيق نموذج بطاقة الخدمات العينية لطالبي اللجوء بدلا من النقود عبر بطاقة دفع، والذي تم اعتماده في بافاريا ألمانيا. وتمت مناقشة النموذج مع وزير الداخلية النمساوي ورئيس ولاية النمسا العليا لتحديد التصميم والمنطقة التجريبية، حيث يهدف النموذج إلى تبسيط النظام ومنع إساءة استخدامه، ومع التأكيد على عدم تحويل الأموال إضافة لفرض قيود استخدام على البطاقة. وتعتزم النمسا التعاون مع بافاريا لضمان تلبية احتياجات اللاجئين
دون استخدام المساعدات، إساءة استخدام المساعدات. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء قريب بإذن الله. مع السلامة.